ست شباب بيتحدوا نفسهم بي عنده وبعد خروج ابتسام هيستمر التحدي وهيكمل الشباب الحلم بأمل كبير في قلب كل واحد فيهم مع النجمة نوال الزغبي. أنا ليه زاد اهتمامي ضعفت وجيت لك ليه؟ مش كنت حلفت لازلك مهما حصل لك. والمطرب سعد رمضان. انت بنت حساسي طول عمري ناطرة. في ستار أكاديمي الخميس الساعة 8 مساء على CBC.